السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وتحسين عاداتكم الغذائية، وكذلك نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمرين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو كيفية تناول الغذاء بشكل صحيح وعدم اختيار الأغذية الخاطئة، وكيفية اختيار الكميات اللي تساعدني على تطوير جسمي، وأيضا الجدول الغذائي اللي يساعدني على عدم تخزين الدهون في الجسم. أول شيء طبعا الكل عارف، أي شخص يمارس الرياضة لازم يلتزم بجدول أو حمية غذائية تساعده على اللي هو الوصول إلى هدفه طبعا، أو البرنامج الغذائي اللي هو يلتزم فيه لازم يكون على بناء، يعني لازم يكون بناء على توصية دكتور انه مركب له هذا البرنامج او شخص مختص في التغذية على اساس يساعده بشكل كبير. وايضا نقطة مهمة عندك اللي هو الكمية، كمية الاكل حسب كل شخص، من شخص الى اخر راح تكون مختلفة، لان هذا الشخص هدفه مختلف عن الشخص الاخر. رياضة هذا الشخص فيها جهد اكثر من رياضة هذا الشخص. هدف الشخص اللي هو يمارس رياضة المشي تختلف عن هدف الشخص اللي يلعب رياضة كمال الأجسام، فهني عندك طريقة الأكل راح تكون مختلفة ما بينهم. أيضا عندك طبعا الحميات الغذائية أو البرامج الغذائية، في أمور كثيرة، في بودي بيلدر، في الفتنس، في عندك الكيتو، في عندك اللايف ستايل، أيضا في عندك الزيرو كارب، في عندك اللي هو الهاي كارب، يعني أمور كثيرة، برامج كثيرة. ولكن أنت لازم تعرف شنو هدفك على أساس تختار البرنامج اللي راح يساعدك في الوصول إلى هدفك. أول شيء طبعا عند اختيار أي برنامج من هذه البرامج لازم يكون بالجرامات. ليش؟ لأن أنت ممكن تختار إحدى هذه البرامج ولكن قاعد تأكل فوق احتياجك، فلما تأكل أو تتناول فوق احتياجك راح يتحول إلى دهون، فبالتالي انت ما سويت شيء. حتى لو تاكل وجبه عاديه ما تكون وجبه صحيه، في هذه الوجبه راح يكون نفس الطريقه تقريبا، انت قاعد تاكل مثلا او قاعد تتناول سعرات حراريه عاليه، فبالتالي الوجبه اللي قاعد تتناولها قاعد يستفيد منها جسمك، وايضا المتبقي منها قاعد يتحول الى دهون. فانت اساسا قاعد تتمرن وقاعد تلتزم في برنامج غذائي على اساس تتخلص من الدهون، انت قاعد تخزن الدهون، فبالتالي تحتاج كميات معينه. تقسم وجباتك على كميات معينه، 150 كارب، 150 بروتين، 200 بروتين، 200 كارب، ايا كان، يعني حسب احتياج جسمك. هذا تلبيه احتياج جسمك، لازم تعرف انت شنو تبي توصل له. هني لما تختار هذه الوجبات راح تلاحظ خساره الدهون، صعود نسبه العضل أو نزول في نسبة الدهون في الجسم، والحفاظ على التناسق العضلي في الجسم. فأنت هني عندك هذه أفضل طريقة على أساس تحافظ على جسمك بالشكل الصحيح، وأيضا على أساس تستفيد بشكل كبير من البرنامج الغذائي. أفضل طريقة أنك تقسمها على وجبات وعلى كميات متفاوتة، تخليهم 3 إلى 4 وجبات. ممكن شخص يقول لك أنا أتناول وجبة واحدة والشخص الثاني يأكل 5 وجبات، ولكن هو قاعد يضعف وأنا قاعد أمتن. ليش؟ لأن ممكن أنت وجبتك فيها 3000 سعرة حرارية، هذا وجباته ما تتعدى كلهم اللي هو 1500 أو 2000 سعرة حرارية، وهذا جسمه اللي هو يحتاجه، فبالتالي أنت قاعد تناولهم في وجبة واحدة أكيد راح يتحولون إلى دهون، ولكن الشخص الثاني قاعد يقسمهم، قاعد يهضمهم الجسم، وأيضا قاعد يستفيد منهم. فلاحظ هني هذه الطريقة هي اللي راح تساعدك حق الوصول إلى هدفك بالطريقة الصحيحة ومن دون تحول الـ 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 الوجبة إلى دهون، وأيضا توصل حق هدفك بالصورة الصحيحة. وهذا كان موضوعنا في هذه الحلقة، أتمنى الجميع يستفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح أقدم لكم مجموعة تمارين، راح تكون تمارين جدا سهلة، تمارين راح استهدف فيها عضلات السواعد اللي هي عضلات الذراع. هذه العضلات من الأماكن اللي لازم أنت تستهدفها وتقويها، على أساس أول شيء تقوي لك غضة اليد وتقوي لك اللي هو أو تسهل لك التمرين، لأن كل التمارين اللي أنت تتمرنها سواء تمرين الظهر، تمرين الأكتاف، تمرين الصدر، راح تحاول أنك ترفع الأوزان، فكيفية تقوية قبضة اليد هي اللي راح تساعدك في هذه التمارين. فكيفية تقويتها راح يكون معاي الدامبلز، طبعا معاي الدامبلز اللي هو عبارة عن 5 باوند. أول شيء الطريقة الأولى راح تكون بهذا الشكل، لاحظ هذه المنطقة اللي أنا راح استهدفها من منطقة الذراع، راح أثبتها بهذا الشكل وبهذه الطريقة، لاحظ أخذ الذراع الثانية، ثبت اليد بهذا الشكل وبهذه الطريقة، لاحظ أفرد اليد بالكامل من هذه المنطقة وأضمها بالكامل بهذا الشكل. هذا التمرين ساعدني على استهداف عضلات السواعد الداخلية، عدد التكرارات تكون 15 تكرار في 3 جولات. التمرين الثاني راح يكون كالتالي، أخذ الدامبلز بهذه الطريقة، أرفع اليد بهذا الشكل، لاحظ هذا التمرين راح يستهدف لي العضلات الخارجية للسواعد بهذا الشكل. هذه المنطقة اللي أنا قاعد أستهدفها من منطقة الذراع بهذا الشكل، النزول على هذا المستوى والصعود بهذه الطريقة. طبعا تمارين ما تحتاج شخص محترف، شخص مبتدئ، الكل يقدر يلعب هذه التمارين، تمارين جدا سهلة ما تحتاج جهد عالي. ولكن نقطة مهمة، المرفق يكون بجانب الخصر، بمعنى بهذه الطريقة وبهذا الشكل ما أحرك بهذه الطريقة، هذه الطريقة خاطئة. الطريقة الصحيحة المرفق بجانب الخصر وأحرك الذراع بهذا الشكل. هذا بالنسبة حق التمرين الثاني. أيضا عدد الجولات 3 جولات في 15 تكرار. التمرين الثالث راح يكون بهذا الشكل وبهذه الطريقة، لاحظ هذا التمرين راح يساعدني على استهداف العضلة الخارجية والداخلية لعضلة السواعد، لاحظ من هذه الزاوية، لاحظ العضلة الخارجية أو الداخلية للسواعد اللي هي هذه المنطقة والخارجية بهذه المنطقة، لاحظ قاعد يتحركون معاي بهذا الشكل. حاول قدر المستطاع انك تركز بشكل كبير على اساس انك تستهدفهم بشكل صحيح. عدد الجولات 3 جولات في 15 تكرار. التمرين الاخير راح يكون كالتالي، راح اثبت الذراع بهذه الطريقة واتحرك بهذا الشكل. طبعا هذا التمرين ايضا العضلة المساعدة راح تكون عضلة الاكتاف نوعا ما، بسبب ثبات الذراع بهذه الطريقة وتحرك بهذا الشكل. عدد التكرارات 3 جولات في 15 تكرار. وهذه كانت تماريننا في هذه الحلقة، جدا سهلة وبسيطة، أتمنى الجميع يستفاد منهم. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.